أعود من جديد مشاهدينا الكرام إلى دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من لندن. دكتورة، إذا لماذا هذا الإصرار على إعادة النازحين في ظل هذه الظروف غير الإنسانية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. نعم، بالتأكيد كما هو معلوم لدى الجميع، يعني الوضع الإنساني الكارثي الذي يعانيه النازحون سواء في المخيمات أو سواء مناطقهم التي لم يتم إعادة إعمارها لحد الآن بصورة يعني تؤمن عودة آمنة للمواطنين، أو بالإضافة إلى أن هذه المناطق أيضا ليست آمنة بسبب وجود الميليشيات. إذا الحكومة إصرارها على أن تغلق ملف أو تغلق مخيمات النزوح بهذه الطريقة، هي تريد أن تغلق ملف النازحين بأي طريقة كانت، خاصة وأن نحن نعرف جيدا أن هناك أموال قد تم تقديمها من أجل إعادة أعمار المناطق، بالرغم من يعني بقلة هذه الأموال، ولكن هناك أموال تم تقديمها، أيضا أموال هناك للنازحين. إذا الحكومة تريد أن تغطي على هذا الملف من خلال يعني إعادة النازحين بأي طريقة كان، بالإضافة إلى ذلك أن هناك دوافع سياسية وراء هذا الإرجاع القسري للنازحين، وهذا بسبب أن هناك انتخابات قادمة على الأبواب، والحكومة تريد أن يعني تستفيد من ملف النازحين وتبتز النازحين من أجل أغراض سياسية ومنفعة شخصية لبعض السياسيين. نعم، هناك تأكيدات من كثير من النواب أن الحكومة ليس عندها أي تخطيط للتعامل المسؤول مع ملف النازحين لإغلاقه. لماذا كل هذا الاضطراب أو التخبط الحكومي مع هذا الملف الإنساني المزمن؟ نعم، يعني الحكومة هي ليست مضطربة في حقيقة الواقع. الحكومة تنفذ مخطط، الحكومة لديها أهداف منذ البداية، منذ أن قامت العمليات العسكرية على هذه المناطق، وشهدنا جميعا كيف كان هناك قصف عشوائي وهمجي وباستخدام مختلف أنواع الأسلحة واستهداف لمنازل المواطنين من أجل يعني دفعهم إلى ترك منازلهم وترك مدنهم. كل هذا خططه، والآن ونحن نعرف منذ البداية ماذا كانت تهدف الحكومة والميليشيات التابعة لها من هذا القصف، وهي الأغراض الانتقامية من هذه المناطق. والآن هي أيضا لا تريد إرجاع المواطنين، ولا تريد أن تقدم لهم أي يعني خدمات تؤمن لهم أن يعودوا إلى مناطقهم. كل هذا ليس اضطراب من الحكومة، بل هو تحت يعني شخص يعني شيء ممنهج ومتعمد من أجل الانتقام من هذه المناطق. نعم، النائب رعد الدهلكي قال إن هناك قوى سياسية تستثمر سياسيا في ملف النازحين وتحرص على إبقائه مفتوحة. يعني ما المكاسب السياسية التي تحدث عنها النائب رعد الدهلكي؟ نعم، هي في الحقيقة يعني وجود هذه الحالة المأساوية للنازحين سوف يدفع الكثير من السياسيين، ومن أجل أن يعني يستفيد من هذا الملف من أجل يعني الحصول على مناصب، بالإضافة إلى ذلك باب من أبواب الفساد منذ البداية. نحن نعرف أن يعني هذه المناطق يعني تعاني من هذه الوضعية السيئة، وسوف تبقى على هذا الحال من أجل أن يستفيد منه بعض السياسيين الموالين إلى إيران، خاصة وأن هذه المناطق يعني أصبحت الميليشيات تسيطر عليها بصورة كاملة، وهذه الميليشيات مدعومة من إيران. ولهذا فإن بعض السياسيين يريدون أن يستفيدوا عن طريق يعني التودد إلى هذه الميليشيات، أو كونهم أعضاء أصلا في هذه الميليشيات، من أجل أن يسيطروا على هذه المناطق، وبالتالي يضمنوا سيطرة إيران على هذه المناطق وتغيير ديموغرافيتها وتغييرها من كافة النواحي يعني بصورة جذرية. نعم، كما تفضلت دكتورة فاطمة، يعني واحد من أبرز أسباب خشية النازحين من العودة إلى مدنهم هو سيطرة الميليشيات على هذه المدن.
هل الحكومة عاجزة عن ضبط المشهد الأمني في هذه المدن أم متواطئة مع تلك الميليشيات؟ باختصار لو سمحتي. نعم بالتأكيد يعني الحكومة متواطئة مع الميليشيات لأنها مستفيدة من هذا الوضع من أجل أن يبقى هؤلاء السياسيون وتبقى الحكومة على حالها هذا، خاصة أنها لا تستطيع أن تبقى إلا بموافقة إيران، وهذه الميليشيات المدعومة من إيران هي الضامن الوحيد لبقاء الحكومة على حالها. نعم شكرا جزيلا لك من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.